كثيرون تخطر لهم أفكارا لمشاريع معينة، ومعها تبدأ محاولات جعلها مدرة للأموال. التفكير والأفكار حسب خبراء هي نتاج عوامل كثيرة تحدث داخل عقل الإنسان. ولنحصل على أفكار بناءة وخلاقة علينا الملاحظة والتأمل. فكثير من المشاهد تمر أمامنا، تأملها وملاحظتها يمكن أن تتمخض عنهما فكرة. الإنصات، حيث أن سماع أخبار الآخرين والحكاية مخزن للأفكار. التخيل والافتراض، كلما كان لديك قدرة على التخيل وصناعة الصور داخل عقلك نتج عنها كمية كبيرة من الأفكار. الحوار والمناقشة، فبخوض الأحاديث والمناقشات مع آخرين نستلهم أفكار. القراءة، وهي أكثر العادات التي يمكن من خلالها أن نحصل على أفكار. الفيلسوف الفرنسي هاري بيركسون يقول إنه يجب على المرء أن يفكر على أنه رجل أفعال ويتصرف على أنه رجل أفكار. فالفكرة الناجحة إما أن تكون جديدة لم يسبقنا إليها أحد، وإما أن تكون قديمة نطورها بشكل جديد. حسام محسني، الرئيس التنفيذي لشركة ساهم، ما هي الفكرة وما هي منهجية تكوينها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، الأفكار الخلاقة تنبع من محاولة تكوين قيمة، خلق قيمة جديدة لشريحة معينة من الناس. فجوهر ولب الابتكار والأفكار الناجحة والريادية هي محاولة تكوين قيمة لشريحة من الناس. هل القيمة ممكن تكون بتعزيز نوع معين من المكاسب والفوائد، وممكن تكون بتخفيف عناء عم يتكبدوه خلال إجراءات معينة. فإن كان هذا الصميم تبع الفكرة، فهي يعني فكرة يعني إن شاء الله يكون لها حظوظ كبيرة بالنجاح. بداية تجي الفكرة، ومن ثم ننظر لكيف مثلا تحقيقها إجمالي وكيف التطبيق. حسام، ما هي منهجية تكوين هذه الفكرة؟ كيف نفكر؟ كيف نبدأ حتى يعني نصنع هذه الفكرة؟ بداية تبدأ من التجارب اللي مرت فيها. لازم يكون الشيء اللي عم تحاول تبنيه، يعني تحاول تحل مشكلة معينة أو تحسن إجراء معين، هي تجربة أنت مريت فيها وعندك علم معين قريب، يعني نقول مثلاً Industry Insight، معلومات مخصصة عن هذه المجال. ما ممكن تكون أنت ملاحظ من مجال بعيد وتحاول تحل مشكلة أنت ما مريت فيها. ممكن تكون عم تنظر لأشياء، تجارب أخرى حصلت في أماكن مختلفة من العالم، ولكن أهم شيء لحتى تكون تجربة ناجحة محليا لازم أنت تكون عالم وداري يعني التجربة القائمة حاليا، مو بس تنسخ تجربة موجودة في مكان دولة أخرى أو شيء ونحاول أنه نعيدها هون. هذا الشيء غلط. لازم دائما نكون عم نحاول نحل مشاكل محلية، ولازم دائما يكون في ناس عندها نفس التجارب، عندها نفس يعني ممكن أن نستنسخ فكرة ولكن نطورها على ما نحن عليه اليوم، يعني محيطنا كيف يرى هذه الفكرة، أليس كذلك؟ يعني ممكن نجيب فكرة معينة ولكن لازم تكون تشبه التجربة الذي نحن فيها والمحيط الذي نحن فيه. بالضبط بالضبط. أنا ما حابب أتطرق لأمثلة تحديدا، ولكن مثلا تجربة مثلا حجز التكاسي وغيرها موجودة في دول أخرى بتطبيقات مختلفة، ولكن نجاح تطبيقات معينة في المنطقة هو لمحاولتهم لحل مشاكل مخصصة في هذه المنطقة. مشكلة مثلا حاجة الأطفال للانتقال، حاجة النساء للانتقال، حاجة كبار السن غيرها. فهي الأمور ما كانت موجودة في النسخة اللي موجودة في دول أخرى. نعم. هي هذه الأمور يعني كاستمايز، معمولة مخصصة لملائمة المنطقة. فنحن إذا نحاول نبتكر شيء بيفيد الناس، نحاول نفكر يعني نحن شو محتاجين من هون، يكون عندنا دائما هي شو نقول الصبغه المحليه. طب حسام، بعض الناس يبتكرون فكره ينفذونها وتفشل،
ما هي الأخطاء التي يعني ارتكبوها؟ أهم شيء لما بتكون عم تبدأ مشروع ريادي جديد مبتكر تتآمن بالقيمة اللي عم تحاول. أنا عم حاول سهل موضوع معين، عم حاول حل مشكلة معينة بغض النظر عن الطريقة. فلا تتعلق جدا بالفكرة لدرجة أنه ما تقبل الانتقاد وما تقبل التغيير اللي ممكن يطرأ عليها. دائما تكون مرن، تكون عم تتعلم من التغذية الراجعة اللي عم تجيك من الناس. طبعا الماركت السوق هو يعني اكبر مدرسه حتكون بتواجهك بعد ما طورت المشروع. رح نحكي عن اسلوب تطوير المشاريع، ولكن بعد ما اطلقت نموذجك الاول للسوق كل هاي التغذيه الراجعه لازم تنظر لها بعين الاعتبار وتسمع للناس شو بدها بناء عليه تطور. اليوم جاء لعندك شاب في مقتبل العمر لديه فكره ويريد منك نصائح، ثلاثه نصائح مقتضبه، ماذا تقول له؟ أول شيء لازم يكون عندك يعني دافع ورغبة بأنك تحل هذه المشكلة. مو غرض يعني هيك ثاني ولا شيء، لا، أنت حاسس إنه في عندك هالرغبة هال شو بدنا نقول دافعية لحتى تحل هذه المشكلة، لأن مشكلة أرقك وما عرفان تنام فيها يعني وأنت عم تفكر فيها طول الليل. هذه أول شيء لازم يكون عندك الدافعية. ثاني شيء لازم تبدأ. إذا ما بديت ما فينك تعرف إذا الفكرة مجدية غير مجدية. شو يعني دائما أنت تصورك وتصور الناس المحيطة إليك دائما بيحاولوا إنهم يجاملوك ويدعموك ويشجعوك وكذا، ولكن فعليا لما تطرح شيء للناس ردة الفعل يمكن ما تكون مناسبة للي أنت كنت متوقعه. فدائما الخطوة الثانية لازم تبدأ، وأسرع ما بديت ونزلت على السوق وجربت وتعلمت أسرع مكان الفائدة. ثالث شيء واللي هو الأهم هو الإصرار. فكرائد أعمال كمبتكر يعني إنسان عم يحاول يحل وعم يحاول يرفع من تجربة الناس ويجيب قيمة لهم لازم يكون عندك إصرار. فإذا ما عندك إصرار ما عندك هالحافز لحتى تستمر في على طول الطريق راح يكون في كتير ups and downs، في أشياء حتحمسك حتتخذك إذا ما عندك إيمان من البداية وما عندك إصرار لن تستطيع الاستمرار. بالضبط. حسام محسيني شكرا جزيلا لك. فإذا ابتكار الأفكار ليس حكرا على الأذكياء والخبراء، بل هو فن يمكن تعلمه والتدرب عليه.